منبر مسلم آمن والعدالة وسلاح تفجيجية بمدينة الرباط. إنزال أمن مكثف حاليا لفض الاحتجاجية ولتذكير أن المحاكمة ديال الأساتذة غتكون 30/12. Let's go.
Thank you.
الصوت كاين ولا ما كاينش؟ الا كان ممكن تقول لنا جوده الصوت. الصوت ولا لا؟ دابا الصوت كاين ولا ما كاينش؟ ما خديتش الصوت معايا. هاي ديال ديك الصوت. عاود عاود. دخل لي الله يخليك. دقيقة دقيقة دابا اللي نوضحوا. نشوف الله واش كاين. عندك تما التليفون. نشوف الله واش الصوت كاين في الله ولا لا؟ نبدا نهضر. دابا مزيان اكدوا لنا الله يخليك باش يمكننا نعاودوا التصريحات مع الاخوان. مصدر ما طلعش ليا الصوت والله ما طلعش ليا الصوت. سير سير دابا مزيان. اوكي غناخدو معاهم الصوت. وطنية الزفر 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 وط
اي مساس باي مستوى من التعاقب في اطار متابعه الفديه هو يقابله جميع المنظمات العموميه فاتح المنطقه العاليه لكل المناظر على Yeah.
وهي كلمة صريحة 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 وهي ك
نتوجه لها. هذا جرب. Thank you.
مليون عتاق لكل المعتقلين السياسيين. إذا كان خلاصة من لجنة الإشراف من داخل المجلس الوطني، من داخل المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، هتكون مداخلات مركز هتكون مداخلات مركزية الأعضاء المجلس الوطني، ومن بعدها يتفتح النقاش من حق جميع الأساتذة والأستاذات المفروض عليهم وعلينا التعاقد المشاركة وإغناء وتختير النقاش من داخل الإطار العتيد بما هو إطار ديمقراطي وجماهيري. إذن يتفضل الأستاذ حميد العلام كعضو على المجلس الوطني في المداخلة المركزية. تفضل الأستاذ. من أجل ماذا؟ من
مزيدا من تصويب الوعي، مزيدا من فهم القضية، مزيدا من إرسال الرسائل الواضحة للمعالم. لقد انتم لنا بالمصاد، فنحن نراكم لنؤسس لفتح وافاق جديدة اتجاه تصليب المعركة، ولن نحيد عن خطنا الكفاحي الذي رسمناه في علاقتنا مع كل المناضلين والإطارات المناضلة في هذه البلاد وكل تضحيات الشعب المغربي. لنقول لا تعتقدوا مننا منهزمون، ما يجيش شي واحد يقول لكم اي كان في اي كتابات وفي اي مقال، ما دام نحن مستمرون ونفتح افاق المعركه لافاق اكبر، نحن مستمرون. ما يخيف هاد الناس هاد البلاد هو شي حركه في تاريخ هاد البلاد شد الخط ديالها، استمر على مبدئيتها، يستمروا القواعد ديالهم على الدفاع على قضيتهم، الثبات ثم الثبات، الثبات يرسم خطا كفاحيا واضح المعالم، الثبات يضع ويوعي الان نضالاتكم لخمس سنوات مستمره. ما تقولوش ما حققنا والو، حققنا تعريه واضحه لهاد الناس بان القضايا المهمه كتكون ديما عندهم في الهامش، والقضايا اللي كتهمهم تبعد التشكيله تاع الوزاره، تعبر عن مصلحه راس المال في هاد البلاد، تعبر عن مصلحه راس المال في هاد البلاد. هانتوما كتشوفون الوزارات والتسميات الغريبه اللي عندنا والكفاءات اللي جابوهم والتعيينات كيفاش جات، باي سياده شعبيه نتحدث، عن اي سياده شعبيه نتحدث في هذا الوطن الجريح. اذا اساتذه، احنا ولاد الشعب، خصكم تعرفوا بالله هذا الشعب المغربي من الكروسه والحداد والنجار والفلاح واللي كيجيب التيجه والجبيضات وبيحهم في السوق وغير ذلك، وكل من دافع بالغالي والنفيس في هذا الوطن باش توصلوا لهذه المرتبه. لهذا مناسبه تاريخيه مرفوقه بوعي ملزم، بان نطلب منكم في هذه اللحظه ان تقفوا وقفه الجبال وان تعرفوا ان مصيركم ومصير قضايا الشعب هي واحده، وان هذا الخط هو خط الدفع بالمعركة إلى الأمام، هو خط المزيد من الصمود، هو خط شبان يريبنا هذه الأشكال. فأنا شوف باش تكونوا واضحين كامل المسؤولية، وما كنقولوش اللغط ولا القول المتشابه، نحن نعمل على تعميق الوعي، على تشطيره، على الممارسة الناضجة، على الممارسة التي تحتكم إلى فعل ممنهج وليس إلى رد فعل. لن يجرنا هذه المرة أي حوارات مغشوشة وأي ممارسات مغشوشة وأي طرق ملتوية. الحل واضح خارج إسقاط التعاقد، خارج الدفاع عن المدرسة العمومية، خارج لإدماج أسلاك الوظيفة. تعاقدنا واضح ومفتوح على آفاق الدفاع على هذا المبدأ التاريخي، وليس الشعب بشعب إذا سلم قضاياه للنسيان. لا تنسوا تضحيات أبائكم ومكافحي هذا البلد، ما تنساوش الوفاء ثم الوفاء. أساتذة، أولاد الشعب، الوفاء ثم الوفاء لدمائه الشهداء. وحاجي لا خلوصية، وحاجي لا خلوصية، وحاجي لا ثلاثة الأسئلة في هذه المعركة ديالنا اللي هي معركة ديال الشعب المغربي. أساتذة خصكم توعوا بأن دفاعنا على شي قضية ما هو جزء لا يتجزأ من معركة هذا الشعب. هذا الشعب اللي كيضحي بالكثير ولا ينال إلا القليل. هذا الشعب اللي التضحيات ديالو كتشوفها في خطابات وكل البلاد ولات وتموقعات ولينا ونحن مستهدفين. لا كنتو مستهدفين، وهيهات ان تكونوا انتم في مصير هذا الوطن المستهدفين. المستهدف الاساسي هو تضحيات هذا الشعب. التراكم الاساسي على مستوى المال والخيرات كيجي مع ريضوا على الشعب واش تمشى شي حاجه في هذه البلاد، عمال وفلاحين وكادحين واي واحد من موقعه، قولوا واش تمشى شي حاجه.
شنو يديروا مع هذه الجيوش تاع القمع وغيروها وهذه الفاسدين؟ حركة وحدة كافية في التاريخ أن ترسم أفاقا غير ما ينشدون. حركة وحدة بالتحام مع القضايا ديالكم. غنجاوب على سؤال من خلال هذا المدخل، هذا سؤال جوهري. واش أساتذة كتعتقدوا بأنه هذا الشيء اللي كنديروه بصير؟ كتعتقدوا بأن هذا الشيء اللي كنديروه وأنهم يحاصرونا ويقمعونا أصحابكم راه كيبان لكم بسيط في التاريخ؟ وعاد تكبروا وتعيشوا هذه اللحظات من باب الذاكرة وعاد يكون الشعب المغربي حقق مبتغاه؟ أكيد وأكيد إن تضحية الشعب دائما تسير نحو إرادة مفتوحة، ما كاينش شي حاجة غير هذه. والتاريخ هو في دروس التاريخ لنا عبار، نقول بأننا نمارسه في زمن الترقي والانبطاح والإجماعات نمارسه هو بالأساس. كل واحد من جاوب القناعات ديالو خلقنا شرطة وحدة ميدانية نعلن فيها وحدتنا ودفاعنا الأبدي في التقاطع الموضوعي مع كل الشرفاء في هذا الوطن. أؤكد على ذلك، ومن أجل أننا نخارطوا في مسيرة تحرر هذا الشعب ما يمكنش نغيروا لغتنا. احنا واضحين بأن أمومتهم واضح في السياسة ديالهم، ها هو الثابت في السياسة ديالهم. شوفوا شوفوا الثابت، لا تبقى تقولوا شوفوا الجماهير، هذا الثابت. وحيت يتحدد شي واحد بشي لغة ديال اليوم. معركة استمرار لأن ما حتى عقود باقين، فالمعركة مستمرة. أولا غادي نتناول الوجهة السياسية لهذه الحكومات، لأن حنا كنطلب التنسيقي الوطني الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد لم نكن مرتبطين يوما بحكومة ما. وكنشوفوا أن الحكومة الحالية هي خططت الوظيفة العمومية من المعيار ديالها، ما كايناش الوزارة ديال الوظيفة العمومية، هذا واحد. والشيء الآخر غياب يعني الوزارة ديال العدل، ما فيهاش حرية وحقوق الإنسان. وهذا مشكل أيضا خطير وخطير جدا، بأن هذه الحكومات تحمل في طياتها رسائل قوية أن بطبيعة الحال أن القمع هو السبيل الوحيد لطي الملفات. وبالتالي نؤكد من باب التنسيقية الوطنية كإطار جماهيري أننا مستمرون. إن كلفنا الأمر المزيد من المعتقلين والمزيد من الشهداء، نطالب أولا بالكشف عن دماء الشهيد عبد الله حجيلي ومعاقبة الجنود. الحرية كل حرية لكل معتقلين. معتقل إشرادة ومعتقل الرأي العام. ونؤكد من المنبر بأن المعركة ديالنا جزء لا يتجزأ من معركة الجماهير ومن معركة الشعب المغربي، لأن قبل ما نكونوا أساتذة نحن أبناء البرارة
لهذا الشعب الى قمعونا وكتشوفونا المنطق ديال القمع اللي نزل اليوم من اجل التضييق على مجرد مسيره سلميه يسنها يعني كنت اساتذه السماء والارضيه كتشوف اننا كاساتذه عزال نزلوا هذا الحجم ديال القمع مما يؤكد بان البديل ديال القمع هو اللي مطروح وان بديل على النضال حتى يسقط مخطط التعاقد. هذا من جهه. مساله ثانيه نقطه خير بسيطه الجماهيرين اللي نقدروا من خلاله نعبروا بالاراضي ديالنا وندافعوا ونؤكد بانه تنظيم قوي سواء في الاجهزه التنظيميه ديالو وفي التصورات ديالو وفي القراءه ديالو لكل شروط المرحله وان كل التضييقات لا تثنينا على الاستمرار في المعركه ديال المعركه لاسقاط التعاقد. I'm gonna go to the hospital.